الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا وإليه ترجعون. لا إله إلا الله، الله أكبر.